طريقة القانون العام اللي هو يو ان يساوي اي زائد افتح قوس، هذا القانون احفظه على الغير، قانون متتابعة، ان ناقص واحد والدي. تمام، الاي ايش قلنا؟ الحد الاول. والان طبعا هنا الحد اللي يعطيني وين؟ بالمتتابعة. والدي شني؟ الاساس. زين، هسه انا حافظ هذا القانون، انطاني متتابعة، هاي قال لي جد الحد السابع للمتتابعة الحسابية. لاحظ دامج لي بين الاثنين، هناك اثنيناتهم دامج لياهن، وحدة قايل لي ذكرونها من قلنا الحد السابع الحدود الخمسة وكذا. زين، دامج لي بيناتهم، قايل للحد السابع بيها للمتتابعة الحسابية شقد؟ هو الحد السابع جدها، جد الحد السابع المتتابعة الحسابية. تمام، حدها الأول إيش قد يساوي لي؟ خمسة. زين، وأساسها إيش قد؟ ثلاثة. أجي أترجم، حد الحد السابع مالتها إيش قد؟ يعني اللي يقول للأن الأن إيش قد؟ هو مطيني على الحد إيش قد؟ قايل لي سابع، إذن سبعة يساوي يقول السبعة. زين، إيش قد يساوي لي؟ ما أعرفه، هو مفقود. يقول السبعة هو يريده من عنده، شقد هنا أنا ما أعرفه. زين، الحد الأول شقد اللي هو الأي مكان هاي شقد؟ خمسة. أكتب يساوي لي خمسة. هيش ترجم القانون بكل يعني المواضيع، إذا ترجم القوانين هيش من المسألة للقانون، ما عندك مثال، ما عندك سؤال بالرياضيات راح يكون صعب. زين، دي وهو الأساس، مو احنا قلنا الدي هو الاساس من الساعه من اخذناها، ايش قد يساوي لي؟ ساد ثلاثه. الان ايش قد؟ نفسيه الحد مالتها اللي الطانيه ايش قد يريد من عندي؟ الحد السابع. اذا هسه اجي بسيطه بعد ما طلعتها، يقول الان اكتب القانون نفسيته، سهم ارجع اكتبه نفسيته، هذا ايش قد عليه؟ عليه درجتين. خاف واحد يسال ايش قد عليه؟ عليه درجتين، هذا القانون بس تكتب عليه درجتين. زين، يول الان، اليول الان بعد اكتب مكانها شني؟ يول السبعة، باعتبار اني عند الحد السابع. الحد الاول اللي هو الاي بعد اكتب مكانه طلعته، قد خمسة، كتبت خمسة، زائد افتح قوس الان ايش قد؟ سبعة، كتب السبعة، ناقص واحد هي بالقانون هاي مطيني اياها، شوفها انزلها نفسيتها. بين قوسين يعني معناها في دي، الدي ايش قد؟ طلعته الاساس ثلاثة. وضحت هسه الحد اللي هنا؟ اجي اصفيهن تصفيه. شو اصفي بالبدايه؟ بين قوسين انزلها، يقول السبعة يساوي لي خمسة زائد افتح هذا القوس اصفيه، سبعة ناقص واحد ايش قد ساوالي؟ ثلاثة. ساوالي ستة. في ايش قد؟ هاي معناها قلنا بين قوسين اذا هيج معناها في ايش قد؟ في ثلاثة. بالبدايه تخلص من الضرب بعدين الجمع، ويساوي لي خمسة زائد ستة في ثلاثة 18، 5 زائد 3 23. هسه لي هنا صار واضح، اذا الحد السابع مالتها ايش قد ساوالي؟ 23. صار واضح هذا اللي عليه علامة استفهام. اعتقد لي هنا جدا بسيطة، ناخذ امثلة اكثر راح نتعرف على الحد القانون العام. يلا. عند هنا سؤال 2، اكتب الحدود الخمسة للمتتابعة حسابية حدها السابع، أيضا قايل لي حدها السابع إيش قد يساوي لي؟ 36. يعني شني؟ يعني 36 يا هي هاي، هاي هسه نجي، وأساسها إيش قد؟ أربعة. شنو المفقود ما نذكر هنا؟ ما نذكر عندي إذا تتذكرون الحد الأول، ما نذكر أي. إذا حدها السابع إيش قد ساوالي؟ قايل اللي هو حدها السابع يساوي لي 36. اكتب يول السبعة يعني السابع يساوي لي 36، موجودة كلها. زين، الاي الحد الاول مذكور؟ لا ما مذكور، اذا اخليه علامة استفهام لان هو مطلوب من عندي. واساسها استاذ اربعة. زين، الان ايش قد تساوي لي؟ استاذ هي مكتوبة حدها السابع يعني السبعة. عاشت ايدك، ارجع اكتب القانون، كتبته يو للان يساوي اي زائد افتح قوس، هاي من القانون كله، ان ناقص واحد في دي. اجي اترجمهن، ذن اللي ترجمتهن اطبقهن هنا بالقانون. يول السبعة تريد تكتب مباشرة تكتب 36 عادي،
يساوي لي أي موجودة عندي ما موجودة، إذن أنزلها نفسيتها. أي زائد أفتح قوس هي من القانون سبعة ناقص، منين جبت السبعة؟ الآن إيش سوت لي؟ سبعة، سبعة ناقص واحد، هاي كلها من القانون في الدي الأساس اللي هو أربعة. تمام، نزل. بعد يحتاج أكتب يو للسبعة؟ لا ما يحتاج لأن موجودة هي عندي. 36 أكتب 36 يساوي لي أي زائد، قلت لك تخلص بالقوس هذا، ستة، سبعة ناقص واحد ستة في أربعة، أتخلص من الضرب بعدين الجمع. زين، 36 يساوي لي أي زائد ستة في أربعة 24. أنا إيش قايل لك بهاي الطريقة؟ شنو إيش قايل لي السبب؟ قايل لك من توصل لهنا تلقى عندك شني متغير ورقم ويساوي وعندك رقم، انقل الرقم مع الرقم بعكس الإشارة. يعني شلون السبب؟ يعني أي تبقى بجهة وحدها، المتغير يبقى بجهة اللي هو أي، وال24 انقلها للجهة الثانية تصير سالب 24. 36 ناقص 24 قد يساوي لي؟ يساوي لي 12. ساشو مكتوبة بالمقلوبي، ماكو مشكلة، احنا بعدين بالناتج عدلناها. تمام؟ ما ردت اسوي لك اياها خطوة ثالثة واعدل لك اياها. بيها مشكلة؟ ما بيها مشكلة. هسه هو ايش قال لي؟ طلعت قيمة، ايش قد قيمة اي؟ طلعتها، بس هو شير من عندي الحدود الخمسة الأولى. لازم شضيف أضيف على الحدود على الأي الحد الأول هذا، أضيف عليه إيش قد؟ أضيف عليه الأساس إيش قد؟ 12 زائد 4 على الأساس يساوي لي 16 زائد 4 20 زائد 4 24 زائد 4 28. كم حد صار عندي؟ خمس حدود. واحد من الطلاب هسه يقول استاذ شنو هاي السالفه؟ ما عرفناها. ممكن اعاده سريعه؟ ما في مشكله. شراد من عندي؟ اكتب الحدود الخمسه الاولى المتتابعه. انا الحدود الخمسه اللي قال لي عليها مو مثل من الساعه هنا، أنا قال لي شوف الفرق بين السؤال، جد الحد السابع، هاي جد الحد السابع، هاي هنا حدود وليس حد، وهاي منطين بها حد اول وحد واساس. اوكي؟ لكن ما منطيني الحد السابع شيء. هاي هنا منطيني الحد السابع مالتها، لكن ما منطيني الأساس. تمام. نجي هسه اجيت هاني أريد شني؟ أكتب هذه الحدود الخمسة الأولى. شلون أكتبها؟ غير عندي حد أول وأساس. لو عندي الحد الأول كان مباشرة جمعت وما دخلت بهاي الكل المعمعة نقولها احنا، اوكي؟ لكن الاساس ما هو، من هو الاساس؟ الاي ما مذكور، يعني الاي ما مذكور، لازم اطلع الاساس، بعدين من طلع الاساس اجمع، يعني العفو، الحد الاول العفو، بعدين اجمعه ويا الاساس. وضحت شلون؟ لو ما وضحت. قايل لي اكتب الحدود الخمسة الاولى، كتبناها. شلون نكتبها؟ اطلع الحد الأول، إذا منطيني الحد الأول تمام، هو منطيني بس الحد السابع، حده السابع، لا عاد الحد الأول إيش قد ما معروف. إذا ما معروف لازم أطلعه، طلعت الحد الأول، إيش قد طلع؟ 12. هسه من طلع عندك 12 تتذكر بالبداية إيش أخذنا؟ بداية المحاضرة أخذنا إذا قال لك اكتب الحدود الأولى، واكتب الحدود الأولى، الخمسة الأولى. يعني نضيف الحد الأول، نضيف عليه الأساس. وضحت؟ يعني 12 زائد 4 16 زائد 4 20 زائد 4 24 زائد 4 28. اعتقد صارت جدا بسيطة ما يحتاج لها، عيدها مرة مرتين وتصير لك ابسط. زين، بعد السادة عندنا نوعية من الاسئلة، اي يقول لك سؤال هذا اللي اجى للطلاب الخارج ممكن يجيكم. جد الحدود بين يول السبعة ويول الهداعش لمتتابعة حسابية حدها الثالث 8. زين، دي يعني معناها الأساس مالتها ايش قد؟ ناقص 3، يعني سالب 3. الحل من أجي هو ايش قايل لي؟ قايل لي بين السبعة وبين الهداعش، ياهن مطلوبات 8
والتسعة والعشرة. هو قايل لي بيانات، ما قايل لي من 7 إلى 11، لو قايل لي من 7 إلى 11 كان أخذت السبعة والإحداش، لكن هو قايل لي بينهن، يا هل يقع بينهن 8 والتسعة والعشرة، إذن ذن وين راح أعوضهن؟ راح أعوضهن بالقانون، لكن قبل لا أعوضهن بالقانون أحتاج من عندهن شغلة واحدة، وهي لازم أجد الحد الأول. أنا القانون ما أقدر أوجد به إلا الحد الأول، ما مذكور الحد الأول، شوفها ما مذكور، مذكور ما مذكور. نجد قيمة أي، يعني الحد الأول هنا أعطي حدها ثالث، أوكي هاي حدها الثالث، يعني يو للثلاثة، تذكرون حدها الثالث، هنا أنا حدها سبعة كتبنا يو للسبعة، حدها الثالث يو للثلاثة يساوي لشقد؟ ثمانية. حدها الثالث لشقد يساوي؟ هو قايل لي ثمانية، مو ثمانية هاي اللي نريد نعوض بيها. وضحت؟ وضحت. اكتب القانون يو ان يساوي لي اي زائد افتح قوس ان ناقص واحد في دي الاساس، اجي اعوض يو ان يو للثلاثة حدها الثالث يساوي لي اي موجودة، هي ما موجودة انا اريد اطلعها، زائد ثلاثة ناقص واحد في الاساس ايش قد؟ ناقص ثلاثة. اجيت ثمانية بعد ما يحتاج اكتب يو للثلاثة، ليش؟ لان هو منطيني حدها ثالث ايش قد؟ ثمانية، مثل الساعة حدها السابع 36، بعد ما يحتاج اكتب يو للثلاثة اكتب ثمانية مباشرة، ثمانية يساوي لي اتخلص قلت ما بين قوسين هذه، ثلاثة ناقص واحد يساوي لي اثنين، في ناقص ستة موجب، في السالب سالب، ناقص ستة انقلها للطرف الثاني ايش قد يعطيني؟ يعطيني 14. تمام؟ هسه طلع لي 14، هذا يعني الحد الأول. أجي أعوض الثمانية والتسعة والثلاثة بعد ما طلعت الأي. شلون أستاذ؟ تعال يعني. مو طلعت الأي هسه، أي يجد الأي 14، اكتب 14. أول بداية شاخذ، هو قايل اللي بين السبعة وبين الهداش، يعني أخذ الثمانية، أول بداية الثمانية، خاف لبركة المساعة اللي عوضنا بيها مو نفسيتها الثمانية، هاي الثمانية مال حدها الثالث هو ثمانية، أما يولي السبعة اللي راح ناخذها يولي ثمانية، يولي التسعة، يولي العشرة مو نفسيتها. تمام؟ تمام. أجيت يو أن يساوي، أكتب القانون يساوي أي زائد أن ناقص واحد في دي. تمام. هسة ناخذ الثمانية، يولي الثمانية يساوي لشقد؟ الأي شقد طلعتها؟ هي 14 هذه بعد الجديدة قدامنا، زائد يا حد راح ناخذه ثمانية، هاي مكتوب قدامنا ثمانية ناقص واحد في الأساس ايش قد؟ نفسية الأساس هذا اللي عورناه ناقص ثلاثة، أجي أتخلص من هذه البداية بعدين الضرب، 14 زائد ثمانية ناقص واحد سبعة في ايش قد؟ ناقص ثلاثة، بالبداية الضرب وبعدين الجمع، 14 تنزل موجب، في السالب سالب، سبعة في ثلاثة 21، يلا هسه نقص من عدها، واحد 14 ناقص 21 إشارة الكبير ونطرح، يبقى شقد؟ سبعة، سالب سبعة، أكتبها. بعد شعوض؟ أعوض التسعة، يحتاج أكتب هاي الخريطة كذا؟ لا ما يحتاج، مباشرة التسعة، شكت أنا ال 14 هي طلعت عندي مباشرة، بعد أكتب شني؟ سالب سبعة. اوكي الناتج اللي اخذته سالب سبعة عوضه بمكان الحد الاول، سالب سبعة زائد سالب ثلاثة. سادة شلون عرفته انت؟ مو هو احنا عرفناه هنا، هذا سالب سبعة شوفه عرفناه منه طلعناه، يعني هذا الحد الاول. زين سالب سبعة زائد سالب ثلاثة يساوي لسالب سبعة سالب ثلاثة، لان تروح باعتبار زائد في السالب جد سالب، سالب سبعة سالب ثلاثة سالب عشرة، اشارات من الشابة ناخذ احدى الاشارات ونجمع، هسه العشرة صار الحد الاول، يعني نعوض مكان الاي جد سالب عشرة، سالب عشرة تمام زائد جد سالب ثلاثة. منين؟ ليش استاذ شو ما سويت انت الحركة من الساعة هاي كذا وكذا؟ ها بعد ما يحتاج احنا اساسا طلعت عندنا الحد الاول مباشره ناخذه، اوكي يلا
زائد في السالب ايش قد يساوي لي؟ سالب سالب 10 سالب 3 يساوي لي سالب 13. اعتقد صارت جدا بسيطة.